جمهورنا الرياضي في كل مكان، عشاق الساحرة المستديرة أينما كنتم، مرحبا بكم معنا إلى عدد آخر من بلاطو الهجار الرياضي. إذن مشاهدين، في هذه المرة سنناقش نتائج الجولة الثامنة من البطولة المحترفة الأولى والتي أسفرت عن النتائج التالية. اتحاد الحراش يفوز بثلاثة أهداف لصفر أمام شبيبة بجاية، شبيبة القبائل هدف، وفاق سطيف هدف، مولودية الجزائر هدفين، أمل الأربعاء صفر، أهلي البرج ينهزم بهدف لثلاثة أهداف أمام جمعية شلف، مولودية العلمة تفوز بهدف لصفر أمام اتحاد العاصمة، شباب قسنطينة يفوز بصعوبة بهدفين لهدف أمام شباب عين الفكرون، الصورة تفوز بثلاثة أهداف لهدف أمام مولودية وهران، ومولودية بجاية تفوز بصعوبة بملعبها وأمام جمهورها بهدف لصفر ضد شباب بالوزداد. وبعد هذه النتائج، وفاق سطيف يتصدر ترتيب البطولة بسبعة عشر نقطة، متبوع بشباب قسنطينة بستة عشر نقطة في المركز الثاني، وشبيبة القبائل بخمسة عشر نقطة، ومولودية الجزائر بأربعة عشر نقطة في المركز الرابع، فيما يقبع ممثلو منطقة ماغوريا في المراكز الأخيرة، مولودية بجاية الصاعد الجديد بسبع نقاط، وشبيبة بجاية بأربع نقاط، وفي المركز الأخير الصاعد الجديد الآخر شباب عين الفكرون بنقطتين فقط. إذن مشاهدينا، قبل الخوض في هذا الاستوديو وقبل ترحيبي بضيوف باسمي وباسم كل طاقم الهجار، نتقدم أو نترحم أقول على أرواح مناصري شباب الوزداد الذين وفتهم المنية في حادث مرور أليم ببلدية القصر بولاية بجاية أثناء توجههم لمشاهدة مباراة فريقهم ضد مولودية بجاية. إن لله وإنا إليه راجعون. إذن مشاهدينا، نرحب مع بعض بضيوفي في هذا البلاطو. أبدأ بكمال عاشور، مدرب سابق لمولودية الجزائر وشبيبة بجاية، مرحبا بك سيدي. مساء الخير. مرحبا ومساء الخير لكل مشاهدين قناة الهجار. شكرا. ومعي أيضا دومي مصطفى، منسق لجنة أنصار اتحاد الحراش ورئيس لجان الأنصار الروح الرياضية بولاية الجزائر، مرحبا بك معنا. مرحبا، مساء الخير مشاهدين قناة هوغار، باسمي وباسم جمعية الأنصار الروح الرياضية خوا خوا، أترحم على الروح يعني المناصرين لشباب الوزداد، وأطلب من المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته الواسعة. إن لله وإنا إليه راجعون. شكرا. ويرافقني أيضا في تنشيط هذا البلاطو كريم شاوش، لاعب المولودية سابقا، مرحبا بك كريم. شكرا، مساء الخير لمشاهدينا الكرام. إذن مشاهدينا، سنخوض في التفصيل. اخترنا لكم اليوم مباراة شبيبة بجاية اتحاد الحراش. الشبيبة تنقلت إلى العاصمة وهي متفائلة للعودة بكامل الزاد، لكن أقول كانت النتيجة عكس ذلك، إلا أنه لاحظنا معنويات مرتفعة لدى كل لاعبي الشبيبة قبل المباراة. تابعوا معنا هذا الفيديو. يعني كل مباراة عندها الطابع تاعها. حنا ان شاء الله جينا لهنا الحراش باش ان شاء الله نديروا نتيجة ايجابية، رغم ان الصعوبات اللي كانت عندنا في المباريات اللي فاتت، ان شاء الله يعني نكونوا نتجاوزوا هذه النقائص ونكونوا في حسن الظن ان شاء الله. يعني انا محضرين بيوم مع المدرب الجديد هذا اللي جا صافي طرواجم، ما قدرش ديرتو لي شوز كامل كيف يعني احنا واش نتمنوا، احنا ما جيناش لهنايا باش جو هكذا كبر كله، جايين معولين على نتيجه ان شاء الله ربي يوفقنا. هذا ما كومون كوني ليكيب دي راش، اون فا جوي لو ماتش كوم تو لي ماتش، نوتر اوبجيكتيف دي مي سي بور غاني ان شاء الله. احنا يليق علينا باش نديروا ريزولتا، باسكو لو كان نتعثروا مره واحده اخرى يدخلنا في ندخلوا في ازمه في الفريق قبل ما مجالي تستنانا السمانه الجايه مع ديربي بجاوي. اذا مشاهدينا، كانت هذه تصريحات لاعبي شبيبه بجايه قبل مباراه التي جمعتهم باتحاد الحراش، والتي انتهت بفوز الاخيره بثلاثه اهداف لصفر كما قلت. وقبل التفصيل في هذه المباراه، أتوجه إليك كريم، أظن أنه بحوزتك مجموعة من الأرقام ومجموعة من إحصائيات هذه الجولة الثامنة، تفضل. يعني أرقام الجولة الثامنة، عندنا 20 هدف سجل في هذه الجولة،
انتصار 1 خارج ديار كان لجمعيه صالح جمعيه شلف بملعب اهلي برج بوريج مقابل 6 انتصارات للفرق المستقبله. تعادل 1 يعني حسم القمه بين الرائد والوصيف اي وفاق سطيف وشبت القبائل. عندنا 29 بطاقه صفراء وبطاقتين حمراوتين كانت لصالح واحده لصالح شحيمه من شباب بجايه والاخرى لبقجن من شباب الوزداد. قمة الجولة انتهت بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف بين الشبيبة والوفاق مع احتجاجات كبيرة للحكم حواسني من طرفين. كانت هناك إقالة المدرب بالحوت من الأعراض الفنية بعد الهزيمة لأهل برج بوريريج. وهناك تم لقاءات بدون فوز لشبيبة بجاية وشبابين فكرون. أي يعني منذ انطلاق البطولة الفريقين لم يحقق الفوز. ثالث انتصار على التوالي لاتحاد الحراش الذي يعود بقوة وأول انهزام في أول لقاء للمدرب جعبور مع شبيبة بجاية. شكرا كريم. مشاهدينا تابعوا معنا هذا الفيتيار لملخص مباراة اتحاد الحراش وشبيبة بجاية ولن نعود بعد ذلك. الصفرة انطلقت بقوة لدى استضافتها لشبيبة بجاية ولم يمضي وقت طويل وبعد تمريرة من يونس على طبق لسيلة في الدقيقة 19 يفتتح باب التسجيل ليؤكد الحراشيون سيطرتهم منذ البداية على أدوار المباراة وينتهي الشوط الأول لصالح أصحاب الأرض. بداية الشوط الثاني عرفت سيطرة الحراشيين أيضاً حيث عرفت الدقيقة 59 عرقلة يونس في منطقة العمليات وبذلك يمنح ضربة جزاء لفريقه ينفذها بومشرى بنجاح ليضيف الهدف الثاني للصفرة. ورغم المعنويات المحبطة للزوار إلا أنهم رموا بكل ثقلهم في الهجوم ولكن دون نجاعة تذكر. في الدقيقة 71 ومشرى يتوغل في منطقة العمليات وشحيمة يمنع الكرة من الدخول بيده ليعلن الحكم ركلة جزاء ينفذها بالقروي على طريقة بانيكا مسجلا الهدف الثالث للصفرة. وبعدما حسم الحراشيون اللقاء لصالحهم لجأوا إلى اللعب الاستعراضي حيث قاموا بخمسين تمريرة صفق لها المناصرون مطولا وانتهت المباراة بفوز مستحق للصفرة وبهذا يتخلص أشبال شارف من العقدة التي لزمتهم طيلة 5 مواسم فارطة أمام الشبيبة. إذن كوتش عاشوري اتحاد الحراش يتخلص من عقدة دامت لخمس مواسم ووضعية الشبيبة تتأزم بعد هذه النتيجة الثقيلة ثامن لقاء بدون فوز وبالتالي العجز عن إحداث الديكليك. أنا نظن أن اتحاد الحراش كان يمر بمرحلة فراغ اللي دامت له أربع مباريات وكان ما فاز فيها في هذه الأربع مباريات ولكن بفضل الصبر والحينكة تاع المسيرين تاع الحراش والصبر تاع المدرب شارف نظن باللي كان عارفين ان الفريق عنده يعني هي مرحلة فراغ برك ولكن رايح يعاود يرجع للنتائج الإيجابية كما كان في كل مرة في بداية المشوار نتاعو وهذا ما كان في حتى شك. انا نظن باللي فريق الحراش فريق متكامل عنده مؤهلات عنده فريق يعني تجانس كبير في ثلاث خطوط لاعبين مميزين لاعبين شبان اللي عندهم يعني اكتسبوا الخبرة مع الكوتش تاعهم السيد بوعلام شارف وحاليا راهم يسجلوا في نتائج إيجابية اللي كانت منتظرة. أنا نظن تاني هي ماهيش سوربريز للجماهير الرياضية كاين فيه مستقبل ظاهر في اتحاد الحراش وانا نظن باللي خلال نهايه المرحله الاولى الفريق الحراش راح يكون في الخمس مراتب الاولى للبطوله الوطنيه. فيما يخص شبيبه بجايه شبيبه بجايه هي عقده يعني كبيره ويعني ازمه نتائج. الشيء هذا راجع للهجره الجماعيه للاعبين الاساسيين الموسم الماضي وما كانش فيه يعني البديل ما كانش في انتدابات نوعية كانت انتدابات بعض الشبان والسياسة الجديدة تاع شبيبة بجاية اللي قالها السيد بوعلام طياب رئيس الفريق
كان قال انا راح نشبب الفريق، ولكن شببت بجاية فريق كبير وفريق اللي لعب مرتين رابطة أبطال إفريقيا، ما نقدروش يعني في موسم الثالث نقولوا بلي راح نشبوا الفريق. انا نظن بلي حسب رايي الشخصي كان من المفترض ان اللاعبين اللي مشاو لاعبين اساسيين كما زرارة كما سيدري كما جل اللاعبين الاساسيين اللي حاليا نراهم يديروا البونور تاع الفرق الاخرى في الرابطه الاولى المحترفه، كان على الشبيبه باش ينتدب لاعبين مماثلين، يعني لاعبين بنفس التوصيفات كما نقولوا، لاعبين اللي عندهم خبره، لاعبين اللي يقدروا يجيبوا المزيد ويكملوا في نفس السيره تاع الشبيبه. ولكن هذه السياسه تاع الفريق، السياسه هذه راهي بينت الليميت نتاعها. ما حاليا شبيبه بجايه راهي في مرتبه لا يحسد عليها، بربع نقاط، ربع تعادلات، ما كاين ربع تعادلات وربع خساره، وعندهم يعني في الجوله القادمه راح تكون يعني مباراه نجم نقول لك مباراه اللي عندها راح تكون عندها الوزن تاعها في لاسومام، هي مباراه ضد مولودية بجاية اللي رايح تعاود ترجع يعني الامور نظن باللي الشبيبه رايحه لو فازت رايح الشعب المناصرين تاع الشبيبه راح ينساو لهم كل الاخفاءات نتاعهم. لانهم رجعوا استاذ عاشور نحكوا على هذه المباراه، على مباراه القمه هذه بين مولوديه بجاية وشبيبه بجاية، لكن من بعد ان شاء الله نحكوا على مستوى الشبيبه في ثامن لقاء منذ بدايه البطوله. والله يعني مستوى تاعها المستوى يعني نجم نقول مستوى متوسط وفي بعض الاحيان فوق المتوسط. الان كاين فيه انتداب تاع مدرب جديد. المدرب الجديد هذا تاني يعني فيه كلام يعني نجم نتكلموا عليه، لان مدرب عنده مؤهلات، عمل وعنده يعني عنده مؤهلات وخدم في افريقيا ويعرف الكره جيدا، ولكن الكره في الجزائر ما عندوش عليها درايه. كان من المفترض حسب رايي الشخصي ان شبيبه بجاية تنتدب مدرب محنك اللي عنده خبرة كبيرة في البطولة الجزائرية، لأن الآن هي ما بقاش فيه صبر، ما بقاش فيه الناس ما راحش تصبر على المدرب هذا، لأن ما فيهش نتائج إيجابية، الناس ما تصبرش، وحتما لو ما يكونش فيه خلال مبارتين أو ثلاثة نتائج إيجابية راح يكون فيه إقالة أخرى، وهذا الشيء هذا راح يرجع بالسلب على الفريق بصفة عامة. أنا نظن باللي الأخطاء هي تراكمت الأخطاء، وهذا الشيء يعني كان منتظر، لأن لو الشبيبة كان عندها يعني كانت في أحسن أحوالها الأخطاء هذه ما كانش تبان، ولكن حاليا ما هيش محصنة، الشبيبة ما هيش محصنة، يعني الخطأ الصغير رايح يقيس حتما الفريق ورايح يرجع الفريق الأزمة. الآن هي أزمة نتائج، ان شاء الله نتمنى للشبيبه كل خير، ونتمنى لهم يعاودوا يرجعوا للواجهه، لان في كل موسم الشبيبه كانت تبين احسن وجه وكانت يعني تلعب الادوار الاولى وخاصه هذه المواسم الثلاثه الاخيره. في حديثك عن المدرب سي عاشوري، اول لقاء واول هزيمه للمدرب جعبور اللي كان مدرب سابق للفريق الوطني الكونغولي وايضا فريق الملعب المالي، هل ظن انه ما زال الوقت للحكم على هذا المدرب؟ بطبيعة الحال هو الحكم سابق الأوانه، لأن المدرب هذا يعني دار البروف نتاعو، يعني دار أمور جيدة في كرة القدم في إفريقيا وحكم منتخبات وطنية، يعني هذا المدرب هذا عنده مؤهلات وعنده يعني عدة أشياء إيجابية، رايح باش راح يفرض طريقة اللعب نتاعو على الفريق، راح يتطلب وقت، اللاعبين باش يتألموا مع طريقة العمل نتاعو بالتكتيك بالعمل التكتيكي اللي راح يكون فوق الميدان راح يطلب وقت. الشيء هذا نظن باللي لازم ما نقدروش نحكمه حاليا ولا خلال المباراه الجايه على العمل اللي راهو يقوم به، لازم نعطيه له وقت، والوقت هذا ما راحش يكون في صالح الشبيبه. لهذا الشيء هذا انا قلت باللي انا ما حطيتش اون كوز يعني اختيار المدرب في حد ذاته، انا حطيت اون كوز يعني لازم يكون كان لازم على الشبيبه يكون عندهم يعني معايير لاختيار المدرب، والمعايير هي معايير لازم تكون معايير صائبه، لان الفريق يمر بازمه حاده، لازم عليه يجيب مدرب محنك
عنده خبره في البطوله الجزائريه ما راحش يتعلم خلال الاسابيع وراح تكون عنده يعني ان بوك دو دوني خلال الاسابيع باش راح يفرضها وراح حتما راح يمشي للبعيد. ولكن حاليا شبيبه بجايه المدرب هذا لازم له وقت كبير. يعني شبيبه بجايه يلزمها مدرب لتقطف ثماره باسرع وقت ممكن. انا نظن باللي النتائج هي اللي راح تتكلم لغه الارقام هي اللي تتكلم. شبيبه بجايه راهي في الرتبه الخامسه عشر باربع نقاط. واش لازمنا شبيبه بجايه؟ لازمنا نقاط. باش لازمنا النقاط لازم عليها المدرب يربح المباريات. باش يربح مباريات هو عنده تشكيله. التشكيله هذه ما راحش تتغير. نفس اللاعبين طريقة العمل راح تتغير، الأسلوب المنهجي والتكتيكي راح يتغير، الحرارة وما يشبه ذلك راح يتغير، ولكن في ظروف صعبة. لأن نعرف إحنا مناصرين تاع شبيبة بجاية مناصرين عندهم صبر، ولكن مناصرين تاني إكزيجان يطلبوا نتائج إيجابية. وخاصة الموسم اللي فات إن الشبيبة كانت تحقق في نتائج إيجابية، الموسم اللي ما قبله كملت وصيف مع 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 وفاء أسطيف، الموسم اللي ما قبله كملت في المرتبة الثانية تاني. يعني راح تكون صعبة للمناصر البجاوي باش يعني راح يتقبل الشهادة ببساطة. شكرا لك سي عاشوري. سيدومي فوز مستحق للحراش الذي يحاول الحفاظ على سلسلة النتائج الإيجابية التي يحققها حاليا. أظن أنه أسرة الحراش راضية على هذا الفريق. الحمد لله على النتيجة هذه اللي كاينة. مما تنسى بيخفالكش بني احنا كما جبنا يعني 10 نقط في 4 مقابلات، ما تنساش بني احنا في 4 مقابلات يعني 12 نقطة جبنا 0 نقطة يعني الأولى. يعني كنا منهزمين. احنا شوف نقول لكم حاجه، احنا عندنا لاعبين والله يعني ما شاء الله الحمد لله ولات فاميليا، وعندنا حتى انصار. احنا يعني ماشي احنا اللي ماشي احنا الحساب الحراش اللي نقولوا فيها الانصار تاعنا، كاين ناس واحد اخرين يقولوا فيها. نعطيكم يعني يعني الدليل. شوف احنا نهزمنا 4 مقابلات من الاولى يعني، وكانوا الانصار تاعنا واقفين مع الفريق تاعنا يعني حتى المقابله الاخر يعني الاخر بعد اتحاد العاصمه اللي خسرنا 2-1 في الميدان تاعنا. من تما تنقلنا الى العلمة يعني جاوا بقوه الانصار يعني عند المدرب واللاعبين، قالوا انا عارفين هكذا، انا كنت حاضر معهم وقالوا للمدرب ووقفوا مع المدرب وقالوا يعني اللاعبين بلي راكو رانا حاسين المشاكل اللي راهم عندكم لكن تخبطوا فيها، رانا احنا واقفين معكم يعني. من تما بدا الديكليك يعني طلع لي سيبورتور يعني نقولها ونعاودها يعني بفضل الانصار اللي طلعوا المورال اللي جوار وعارفين المشاكل اللي راهم صاري اللي جوار اللي راحوا للعلمه وجابوا نقطه من العلمه ومن بعد ربحوا لامسيونا في الحراش وزادوا روحوا يعني الفكرون وكاع. لهذا يعني في المقابله نتاع بجايه زاد كان تجاوب مليح ما بين الانصار واللاعبين اللي كانوا في المستوى يعني في المستوى الـ يعني العالي يعني اللاعبين خاصه في الشوط الثاني. يعني وكاين حاجه اللي نتاسف لها احنا يعني في النهار هذاك كان اجتماع تاع مكتب المسير تاع اتحاد الحراش. احنا كنا تمنينا هذاك يعني الاجتماع هذاك يكون باش تكون يعني بريمير لي جوار ولا كاش حاجه يعني اللي تفيد اللاعبين وكاع، وانما تحدوا على امور اخرى. بالضبط في حديثك عن مشاكل اتحاد الحراش سيدومي، هل ظن بلي انه الجانب المالي ولا المشاكل الماليه اللي تخبط فيها الفريق سبب تاع انشقاقات في صفوف المكتب المسير مع رئيس الفريق العايب؟ شوفي اختي احنا كاين احنا الحراش ماهيش فقيره الحمد لله، عندها غاليه بالرجال وغنيه يعني بالمال. احنا عندنا شركات يعني ممكن نديروا المقاطعه تاع دائره الحراش، عندنا في واتسمار هذيك شحال من مؤسسه كاينه. احنا موش كيسيون مال، كاين رجال وشنو كاين ناس تستغل الفرصه يعني تستغل الفرصه هذا يعني تستغل الفرصه كي يقبضوا فريق مش يخمو يعني 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 مصلحه الفريق. احنا واش نحبوا احنا انسان اللي يلم الشمل تاع كاع ولاد الحراش. احنا ماشي انسان يجي باش يخدم مصالح نتاعو الشخصيه. احنا ضد الفكره هذه. لو كان دوك هذا الرئيس اللي راه كاين دوك الحالي هذه عنده حاجه سهله مهله يعني دوك يحل الكابيتال. كاين مؤسسات تحب تدخل، كاين الناس يعني رجال اعمال حبوا يدخلوا. ودوك الوقت اللي رانا فيه الحالي هذه ما تنساوش رانا فيه يعني في الاحتراف لازم يتطلب اموال باهظه. ما بقاش دوك يعني اللاعب اللي يخلص 50 مليون 20 مليون رانا نشوفه في اتحاد العاصمه اش راهم يخلصوا الاخراني. انا نشوفه غير مساعد المدرب تاع اتحاد العاصمه اش راه يخلص، رانا عارفين شحال
هذه نطلب من ربي يهديهم ان شاء الله. ولكن كانوا يحبوا الحراج بريم ويحبوا الحراج ويقولوا نحبوا احنا الحراج يسهلوا الناس مهمه اللي حاب يجي يدخلوا يعني بدرهمهم يعني باش يعاودوا يربدوا الحراج هذه بالمال تاعهم. وتشوفوا نقول لكم الحراج بالمدرب هذا تشوفوا الحراج وين تولي تولي في المستوى العالي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. كاين امر اخر سيدومي، قضيه الاعتداء على المدرب شارف واربعه لاعبين عشيه المباراه من طرف مجموعه من الانصار، يعني يشوفوا اشياء مثل هذه نتاسفوا في رابع موسم احترافي. شوفي اختي نقولها بكل صراحه يعني احنا ما عندنا ملعب تاع المحمديه هامل يعني بما محلولين يعني شغل مانيش عارف كيفاش وراكي تقول لي حصيده هكذا ولا مانيش عارف وين. تهضري مع البلدية يقول لك عندنا احنا اساسين تاع اسطاد ميناج بونس ماشي اساسين يرحم باباك 6 8 تاع الليل الدراري يجيو يلعبوا تما يجيو السوق تما يلعبوا. شوفي المقابله هذيك قلت لك كان المكتب الموسيقي كان في اجتماع نورمالمون يكون لاتي بس كان عندنا غدوه كانت بهذاك لافي كانت عندنا مقابله هامه مع شبيبه بجايه كان بهذاك الناس تما ذاك هو لونتوراج تاع الناس ديال لونتوراج الفريق نتاعهم. احنا مخلين الاسطاد فارغ هكذاك جاو دراري واحد دراري صغار يسكنوا من تما بداو داري يعني المدرب يدير في 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 لتر اوبيت يعني دابا يعني التمرين والحمد لله شفتوا من يوم جاو زوج ضربه جزاء يعني وكانوا دراري عاولوا فيهم يواسوا فيهم. تقلق المدرب يعني شغل جينا واكدا منايا عاود كانت يعني ما لاطون ديال المدرب ما قالهمش كلام ماشي مليح ولا حاجه جاو اشتبكوا معاه يعني المدرب راح لهم اشتبكوا بصح هذوك ماهمش انصار اتحاد الحراج باش نقولها ونعاودها ماهمش انصار اتحاد الحراج يعني ماهمش ما عندهمش معلقه كاع مع المناصرين تاعهم يسكنوا قدام الملعب ويتما ونعرفوا الحومه. انا لحقت تما لحقت روطار لغالب بديت تجمع معايا ورحنا لحقنا روطار وحوسنا عليهم في الحومه تاعهم بصح ما عطاونا بعض الاسماء تاعهم ونعرفهم باذن الله. انا ولا ما بلغت بهم الاداره يعني يعني انا نبلغ بهم باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله نتمنوا اشياء مثل هذه ما تزول من ملاعبنا الجزائريه. سي عاشوري انت كمدرب ما رايك في مثل هذه التصرفات اعتداء على مدرب اربع لاعبين في عشيه المباراه؟ يعني اظن انه حيخرج كامل المجموعه عن الاطار. صحيح ان هذه التصرفات هذه يعني تصرفات غير لائقه وغير رياضيه وانا نظن باللي الناس اللي داروا الشيء هذا هما اشباه انصار تاع الحراش لان الانصار الحقيقيين تاع الحراش انصار اللي يحبوا الفريق نتاعهم ويحبوا المدرب نتاعهم معروفين بالحب تاع الفريق نتاعهم والسيد شارف وعندهم احترام كبير للسيد شارف. ما كاش مناصر اللي يقدر يصبر على مدرب اربع جولات بدون انتصار. انصار الحراش صبروا على 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 على, على, على المدرب شارف بعد ربع خساره. انصار الحراش يعني راه مشاو ككتله جماعيه للمدرب وترجوه باش يبقى على راس العارضه الفنيه للحراش. الشيء هذا يخليني نقول ان الانصار الحقيقيين تاع الحراش ما يديروش مثل هذه التصرفات لا 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 مسؤوله. على بعد 24 ساعه من التركيز كما قال السي دومي من قبيل كان من المفترض ان 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 الاداره تاع الحراش تبقى يعني تحصن الفريق نتاعها خاصه ب 24 ساعه كاين تركيز كبير عند اللاعبين كاين وخاصه ثاني ان نعرفوا ان المنافس هو شبيبه بجايه وشبيبه بجايه ما جاياش في توب الضحيه يعني كان هو 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 مباراه مفخخه لاتحاد الحراش. لهذا الشيء كان يعني كانوا عليهم يوظفوا كل الظروف كل العوامل الخارجيه في صالح الفريق نتاعهم. اكيد سي عاشوري في حديثي عن الاحتراف كريم كنا تحدثنا عن الاحتراف قلت لي بلي انه الاحتراف الان انا نشوف فيه غير في الدراهم. للاسف نظن باللي الاحتراف راهو غير في الدراهم يعني مازال ما لحقناش المستوى انه الاحتراف يلحق للذهنيات كريم. يعني اول شيء لازم الناس تعرف باللي الاحتراف في كره القدم هنا عندنا ربع مواسم رانا نشوفوا غير الكلمه كلمه احتراف لكن نظن لو ما تبدلش يعني الذهنيات راح نبقاو في هذه المشاكل تخبطوا يعني فرق اربع مواسم رؤساء فرق ما فتحوش راس المال مناصرين يعني ولا شبه مناصرين يعتديوا على المدرب داخل الملعب هذه يعني اشياء خطيره ونتاسفوا لها. كاين ثاني كاني مشاكل يعني في المشاكل الماليه في اغلب الفرق
ما عدا فريق واحد ولا اثنين، نظن باللي رانا غادي نتخبطوا في المشاكل هادو اللي اثروا على الكره المحليه، وين وصلنا وين ما عندناش لاعب ولا اثنين في الفريق الوطني من البطوله المحليه. ويعني يعني بلد اللي خرج باللومي وماجير وعصاد لاعبين موهوبين، ما قدرش يعني في 2013 ما لقيناش مدافع ايمن يعني في بطوله محليه. ظن باللي هذا هو اللي لازم نراجعوا يعني اشياء كثيره اللي وصلتنا لهذه الدرجه. يعني لو تسمحي لي تفضل عندي بعض التعقيب. يعني من نتكلموا على الاحتراف، انا نعرف بلي ماهوش موضوع اليوم، ولكن نفتح قوس صغير. نفتح قوس اكيد. الاحتراف في الجزائر عنده ربع مواسم، مازلنا ما شفناش البذور نتاعو، ولكن رانا الاحتراف راهو بيبي، راهو بيبي ويتعلم، ولازم نربيه تربيه صحيحه. لازم نربيه تربيه صحيحه. الاحتراف في الذهنيات قبل كل شيء. في البلدان المتقدمة الاحتراف بعد 10 سنوات باش نقدروا نتكلموا هل نجح الاحتراف ام لا. احنا رانا في الموسم الرابع برك، وكان فيه يعني دعم مالي كبير ودعم المنشآت الرياضية وما يشبه ذلك، ولكن لازم نصبروا شوية. احنا تاني احنا في الجزائر ما عندناش هذيك ثقافة الصبر، لازم نصبروا في كرة القدم كما في الرياضة عامة، لازم نصبروا على الفريق متاعنا، لازم نصبروا على التنظيمة الجديدة، المنظومة الجديدة الرياضية في كرة القدم هي الاحتراف، ونشوفوا هل كان الثمار اللي راحين بعد راحين ننجوهم ولا لا. أنا نظن باللي سبق أوانه باش نقولوا الاحتراف نجح ولا لا في الجزائر. خليوا له الوقت للوقت الكافي، للرؤساء باش يفتحوا رأس المال، للمناصرين باش يتهيكلوا في مجموعات مهيكله دو كارتي، كوميتي دو كارتي وكوميتي دو فيلاج، للاعبين باش هما تاني يعني تكون عندهم ثقافه باش يفهموا باللي هما ما يكونوش محترفين الا في المال. يعني لكل الناس يعني الاحتراف هذايا لازم كل واحد من جهته يكون عنده بذره تاع احتراف في مخه اللي تخليه يمشي بها البعيد. وهذه هي بعد 10 ولا 12 سنه ان شاء الله رب العالمين تكون امور احسن من هكذا بكثير. اكيد تقول بلي الاحتراف الموسم الرابع تاعو لازم نصبره، لكن في نفس الوقت نظن انه لازم نربيو هذه الذهنيات باش نتفاداو مثل هذه التصرفات، نتفاداو سواء انصار ولا كما قلت اشبه انصار تتدخل في عمل المدرب ولا تتدخل في اشياء تخص الفريق باش نشوفوا ثمار هذا الاحتراف. اكيد انه اذا ما ربيناش الذهنيات نظن بلي الثمار ما حش نقطفوها. انا حسب رايي الشخصي برك لا سمحتي لي مره ثانيه، انا نقول بلي كره القدم في الجزائر عندها مرحله فراغ ككل بلدان في العالم، كفريق الحراش اللي مر بمرحله فراغ ربع جولات الاولى. مديت الحراش لان قدامي السيد دومي. انا نقول باللي كره القدم في الجزائر عندها مرحله فراغ ثاني. مرحله الفراغ هذه ان الرؤساء ما عادوش يتحكموا تماما في الفرق نتاعهم، ولا الشارع يتحكم في الفرق، ولا الشارع يفرض على الرؤساء اللي هما شركه ذات اسهم، شركه رياضيه ذات اسهم، يعني هو جايب المال الخاص، جايب ماله ومال الخواص تاعو، يعني ما يستناش في البلديات ولا في الولايه باش تعطيله، رغم انه هو كاين اعانات كبيره من الدوله. ولكن في هذا الاطار الرؤساء ولا المسيرين في بعض الاحيان يعني خاصه لما تكون عندهم يعني ازمه نتائج، كما نشوفوا حاليا في شباب البجاية، في شباب عين فكرون، في كل الفرق اللي عندها في 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 في, في الكابا، في برج بوعريريج، وين المناصرين ندوا باش السيد المدرب بالحوت لازم يمشي. في الليله هذيك الاداره قالت بالحوت، هل موقف صايب او ولا لا؟ انا نظن باللي لا. لعبنا 8 جولات، صحيح ان برج بوعريريج عنده 8 نقاط، ولكن ما لازمش الشارع هو اللي لازم يعطينا لغة الإقالة. لا، لأن الشارع صحيح بكل احترامات يعني المناصرين وبكل احترامات للشارع المناصر اللي يفهم كرة القدم، ولكن الشارع عنده يعني عنده الرول نتاعه، عنده الدور نتاعه،
ما لازمش هو يتدخل في امور لا تعنيه. الاداره بالتشاور مع الـ مع الـ مع الـ مع, الـ مع الطاقم الفني هما اللي يصيبوا الحلول. والشهاده راح يطلب ثاني وقت، لان مرحله فراغ اللي تمر بها كره القدم الجزائريه حاليا ماهيش، بغض النظر على الفريق الوطني، نتكلم على البطوله الوطنيه المحترفه الاولى والثانيه وحتى يعني الهاويه، تمر بمرحله فراغ وكل الناس عارفه بشي هذا. شكرا سي عاشوري. سيدو من عود ليك الكواليس اتحاد الحراج، قضيه التمويل وشراء الاسهم من طرف الخطوط الجويه الجزائريه اللي اسالت الكثير من الحبر في الصحافه الجزائريه، احكي لنا شوي على هذه القضيه. نحكي لك قبل ما نحكي على القضيه هذه تاع الخطوط الجويه، هذه المسلسل هذا دوك نعاود نكملوا هذا المسلسل تاعنا. احنا نضيف نقطه صح، واش راه يقول الاخ المدرب واش كان يقول صحيح، يعني ماشي الشارع يعني اللي يتحكم يعني في رؤساء الانديه، وانما دوك كاين ناس من رؤساء الانديه هم اللي محبين الشارع هو اللي يتحكم. نعطيك مثال، احنا في الحراش احنا عندنا الحراش كومونة لعابة يعني من احسن لعابة يعني مدرسة كروية يعني منهم اللي مدان اللي مزيان اللي جبجاب اللي وراهم دوك ولاد الحراش. احنا لو كان كانش احنا كان ولاد الحراش وغادروا الحراش، لو كان الشارع تاع الحراش يعني بني يتحكم في الإدارة هذه. شوف الغلطة وين كاينة، كاينة في مسؤول النادي اللي دوك اللي راه كاين، علاش دخل دوك يعني نقولوا الشارع، وهذه يعرفها العام والخاص بالحراش. يعني المسؤول الذي اي لاعب دوكا كان يجي باش يتكلم معاه باش يعني بالهاتف، حنا ما عندناش مكتب ديجا في الميمو في الحراش، ما كاش مكتب تاع الحراش، حنا دو مسؤولين ما نعرفوش كاع وين نلقاهم، يا في الشرق يا في الغرب يا في الحراش يا اور تاع الحراش. لابريف الاغلبيه تاع لي ريونيون تاعهم يديرهم في الجزائر، اللي ما يديرهمش كاع هنا في الحراش. اللاعب يجي باش يسحق مستحقات ولا يسحقش حاجه، يعيط للرئيس تاعو باش يكلمه ولا حاجه، تلقى الرئيس غلق عليه التليفون، وهذاك اللاعب لمن يقول؟ عنده صاحبه سيبورتور، عنده كذا، عنده يقول له هذاك سيبورتور من حقه يعيط للرئيس. هاي كيفاش؟ يعني وكان كاين كل انسان، شوف اما الاعمال بالنيات، كل انسان بالنية تاعو، تجي تعمل كرة القدم مرحبا به، عيسى ولا قدور مرحبا بكل انسان، احنا ما عندناش الجهوية، مي تجي بالنية تاعك خالصة على المهنة هذيك تحترمها. احنا انا دومي نهضر كنفسي انا، ادوم لا باش نقسم يعني الشعب الحراش، يعني الشعب تاع عيسى واحد تاع قدور. انا كنا نعرف روحي نجي للحراش ونقسم الحراش، والله ما ندخلها باش نقسم ولاد الحراش، والله ما ندخلها، نخليهم هكذا متلايمين خير. اما بالنسبه للخطوط الجويه هذه، هذا مسلسل كل الخطايا خلينا نشوفوا حلقه من المسلسل، والله غير نشوف نوريكم حلقه يا اخي. شوفي راني هنا ومستعد، يعني نقول المسؤولين تاعنا اللي راهم قابضين النادي، يعني مستعد ولا عندهم اي ثبوت، هي كان الحمد لله كان دوك في الجزائر كان قنوات يعني الله غير ما شاء الله، يجوا يعني يمدوا يجيبوا واحد ممثل تاع ايراجيري يقعد منا، ممثل تاع الحرس منا، ويبداو يناقشوا قدام الناس قدام الراي العام، يسيبوا يشوفوا الايراجيري كاين هما غير وين تصعب عليهم الاخر. انا جايبين ايراجيري بيس كانت عندهم مقابله تاع بجايه، هم قالوا بني الحد كاينه مفاجاه، دوك نشوفوا المفاجاه هذه، ما يعرفوا واش كان المفاجاه هذه، ما نعرفوا رانا هذه الحرس جايه هذه وقيله جانا مش عارف ما نعرف وين، خلونا من الكذب هذا، الكذب يوصل غير للهلاك. يكون صريح، عندي ما عنديش ما عنديش. الرجيري هذه ما كاينش من هديته، كيفاش راهم حابين من الرجيري؟ شوف راهم انا عندي معلومات، يعني متيقن كاين ناس عندهم اموال حابين يدخلوا يساهموا في الحراش، يدخلوا يساهموا. قال لكم احنا مادام كاين ناس في الاداره، ما نقولش كاع ما نتهمش كاع بحاشا لله، كاين ناس مخلصين، كاين اللي عندهم دراهم في الاداره الحمد لله. قال لك مادام كاين هذا الانسان الرئيس يجي يلعب لنا بدراهمنا، ما نمدوش دراهمنا ما لبنا شو نام رايحين. هذا واقع. الناس طلبت منه الانصار، وكاين الناس طلب منه يحل راس المال، ماهوش يقول له راه يقول يا سيد دومير، كان يقول يا سيد دومير وقتك بطنو. انا ما نكذبش، علاش انا ما جيت نحكم الحراش؟ ما انا مبكري عندي 40 سنه وانا مناصر، نبقى مناصر يا سي العايب، انا نقولها له دوك ونموت ان شاء الله مناصر، غير ما تخاف ما نحب حتى مسؤوليه في الحراش، وقادر اي نسير اي حاجه الحمد لله. راني رئيس لجنه الانصار ولايه الجزائر الروح الرياضيه، فيها بركه الحمد لله، انا كي صاحب الانصار هذيك هي البيت نتاعنا. مين انتوما سهلوا المهمه للانصار، سهلوا المهمه للاعبين، سهلوا المهمه للدوله، الدوله خلاص قالت لكم ما نزيدش نعاونكم، كل انسان يتكل على جيبه. هذا هو دوك، ما بقاش حنا لو كان ما بقاش ندافعوا دوكا، حتى تطفر فينا، حتى الحراش تروح، حتى الشركات يديروا المؤسسات. وكاين ناس يقول لك لو كان يروح هذا الرئيس خلاص دخل الحراش.
يا اخي شوف احنا ماناش نحوزوا في الناس حاشا لله، احنا لين مولاد الحراش. هذه الحراش تكونت 1935، ما كناش العايب ولا مانيش عارف، كنا ناس ماتوا مجاهدين شهداء، ويعني فريق شعبي، والناس كتمشي بالحفا باش داروا الفريق هذا، يحترموهم ماهمش خير منا، يحترموا منا كان عندهم جرأة تاع الفريق هذا يحترموه بمعنى الكلمة هذه. الحراش كي طلعنا الناسيونال اون ما طلعهاش العايب، الناس كاين بزاف اللي ماهمش عالبين، طلعها سيمانا اللي راه ربي يجيب له الشفا اللي راه عايش في فرنسا ربي يشفيه ان شاء الله، طلعها ودا كاس جمهوريه في 74 ضد تلمسان. احنا يا اخي زيد واش هذا بارماريس العايب واش بدو موندا ولا تروا موندا خلاص ها وجاو العايب، احنا وين كنا كي طلعها؟ انا بارمي الاول اللي جبت العايب صافاني نقولها قدام شا، انا الاول اللي جبت العايب، انا اللي رحت مع الناس ورحنا للعايب ترجينا باش يجي يحكمها بسينا حافظنا على الفريق. كاين رجال مول الفريق كلمة زوج انا 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 دبلام كلمة انا لا، احنا ماناش يعني ماناش نقول هذا الانسان ما خدم والو للحراش ولا دار الحراش نو حاجه لله، مي انا وين يغلط رانا نزقوا عليه من الغلطه صح الغلطه تاعك الفوت صحها خاطر لو كان ما يصحش الغلطه نتاعو راهي تاع ما يتكبر ولا كبرت ولا حتى واحد ما يتحكم اكيد. هذا ما كان نتمنى وان شاء الله واش راني نطالب انا نتمنى ان شاء الله جينا مؤسسه وطنيه. انا ما كاش يقول لك كيفاش ما ماشي مؤسسه مفلسه، الحمد لله الجزائر غنيه نهضروا بكل شفافيه وعندها مؤسسه غني يعني غنيين كيما بعض الفرق. انا ما جيتش نتهم حتى فريق فريق بصحته انا نقولها ونعاودها، انا عندي الفرق كاع كيف كيف كاع خاوتي بيس كانوا في جمعيه اخوه اخوه نبقاو كاع اخوه اخوه. مي نطلب يعني من السلطات المعنيه يعني نطلب يعني من الوزاره نتاعنا كذا يعني يمدوا بعض الفرق الفقيره هذه يعني نقول لهم يعاونوهم مؤسسات سوا ولا ما كاش كاين ناس عندنا الاستثمار الحمد لله الناس دخلت لي ميزون تاع المرسيدس لي ميزون الاستثمار الحمد لله راه كاين يخلوهم وكذا. وكيما الحراش ما تنساوش بالنهايه عندهم ملعب تاع 45 ألف متفرج راه بالك على عام ولا عام ونص راح يولي الملك للحراش باسكو على حسب انا عهدني فيه وزير الشباب والرياضه اللي راه مشكور على الشيء هذا. ممكن يكون مصالح هذا والانسان يجي يخمم على حاجه يخمم القدام ما نخموش على عام. وكاين نقطه حاجه واحده برك نزيد نضيفها على سيبو نجاح، حنا شوف شارف هذا نود نقولوا شويه اللور نفتح قوس برك على هذا شارف واش قال قال يعني للبيرو تاعو قال لهم شوفوا خلوا لي بنجاح ما تبيعوش ني لتونس ني فرنسا ني الامريكان الايطاليان خلوا لي هنا بالحراش ندي به الشامبيونا هذا. انا نقولها انا نقول الاسم تاع المدرب شارف وبنجاح راه حي والرئيس راه حي ومجلس الاداره راه حي وانا راني حي. قال لهم خلوه يجي في قناه من قنوات يجي الرئيس تاعنا يقول لك ديمونداري 300 مليون هذا اللاعب هذا 300 مليون ولا ديموندا 300 مليون هذا اللاعب اولا يستاهلها ثانية ما ديمونداش 300 مليون ما كذب حرام قال 200 مليون. وهضرت معها أنا واحد من الناس قال لي يا دومي شوفي يعني نادي متاع جيراننا توانسة عطالو الكيبالون تاع 600 مليون وانا قال لي شوفي يا دومي شو ما حبيتش نبدل قولهم يعطوني 200 مليون نريح في الحراش. انا اللي احنا اللي درنا لابريسيون على بالقروي باش سينيا بالقروي في الحراش زدنا كنا نديرو لابريسيون مي لقينا الرئيس اللي شغل ما كانش حاب يشدو شكون اللي حرش فيه باش يروح والمدرب ترجاه وقال له يا سي الرئيس قال له عاد كاين ثلاث تروازا بون سونتر في الجيري قال له زوج راحوا بقى لنا واحد هو يمعني على سليماني ربي يوفقه ان شاء الله اللي راه الاخر وعوديه وبنجاح قال له تخليني بنجاح ندي الشامبيون به خليه لهنا في الحراش ها واش بقاو لي بون سونتر في الجيري باش يكون يعني معلومه ديال هذا الكلام شارف السيد مانيش عارف لازم يبيع هذاك اللاعب باش يديماري فريق يا ودي انسان انا اللي يبيع اللي يبيع لي جوار باش يديماري فريق انا احنا ما نسحقوش يعني نضرب كل صراحه الانصار هذه هذا واقع هذا واش حبيت نقول. انت باعتبارك فرد من العائله الحراشيه في رايك علاش مسيري تاع هذا النادي رفضوا فتح راس مال الشركه؟ شوفي اختي احنا نقولها بكل صراحه احنا اللاعب حميده ورشام حميده احنا انا قلناها الحمد لله كاين قنوات الحمد لله دوك راه موفرين دوك ما نقولوش كما كنا نقولوا بكري اليتيمه دوك الحمد لله هضر وين حبيت امشي في دارك تجيك لا تيليفزيون الحمد لله يجوا هادو من الناس اغراض شخصيه. شوف اقسم لك بالله اقسم بالله اقسم بالله يعني لحد ثلاث خطرات عندي ثلاث مسيرين في الحراش اقسم بالله غير عندي 40 سنه ما خديت السطاد انا والله ما نعرفهم كيفاش عاملين راهم في الحراش جديد انا ما نعرفهمش ما نقولكش مناصر جديد حبي نعطيك اسماوتهم نعطيك اسماوتهم يورونا يجيو وجوههم يا سيدي كان هذا بو سليماني والله ما نعرفه كاين حداد هذا يسكن باب حسن والله ما نعرفه وكاين واحد اخر سي
كاين واحد النوتري اربي كاين تروازيوم واحد اخرى نسيت والله ما نعرف كاين ثلاثه والله ما نعرف انا واحد من الناس والله ما نعرف خليقه تاعهم كيفاش عامله انا مادا بيا وسمعت بهذا ابو سليماني حبيب بدر الحراش انا مادا بيا يجي هذا ابو سليماني ورينا وجهه هذا شو لما نعرفوا بني مسير انا غدو كون قاعد معي قدامي بنقول هذاك اسمه ناصر تاع اي فريق تاعنا ولا تاع فريق تاع واحد اخر ولا حاجه سواقة هذا يعني يا ناس ما نلعبوا شي ناس ماشي نهضر الحراش انا بصفه عامه كاف يعني الفرق بزاف اللي عميقه عميقه كيما القص والحراش تحبش الشارع ما يتدخلش ما يحكمش فيك الشارع اروح بني تعامل تاع كره قدم الرجل المناسب في المكان المناسب هذا واش نطلب منهم ونقول للناس هذوما حلوا راس المال حلوه راس المال وراكم تحضنين عليه زعما تيك تحطيت 100 مليون ما نعرف حبه تدي 3 ملايير مازال باش تدي 3 ملايير مازال يحصل عليك سوبر ينوض لك شي مانيش عامل ينوض لك باش تديهم حلوا راس المال تشوفوا الرجال اللي يجيكم وخلونا من التلاعبات تاعكم هذا وخلونا من الازمه هذه اللي كاينه ما كاش ازمه الحاج ولا الجزائر مرفها وعندها رجالها وعندها مالها غير خلوا الرجال برك يجيو صحاب الشيء هذا ومن بعد تشوفوا واش كاين هذا واش نقول انا شكرا سي دومي سي عاشوري شبيبه بيجاية تظن انه هي الاخرى تعاني من هذا الجانب نظن باللي هي تاني راهي تعاني في من الجانب المالي كون الميزانيه تاع شبيبه بيجاية تاع الموسم الاخيره ما هيش نفس الميزانيه تاع الموسم هذا نظرا لبعض المشاكل الاداريه لان بعض المساهمين في مجلس الاداره نظن باللي سحبوا الاموال نتاعهم وبقاو بعض المساهمين الاخرين وهادو الميزانيه اللي راهم يمدوها نظن باللي ما تكفيش لهذا السبب رانا شفنا ان شبيبه بيجاية في بدايه الموسم ما قدرتش تجيب لاعبين ذو نوعيه لاعبين مخضرمين لاعبين عندهم مستوى لكيما اللاعبين اللي راحوا نظن باللي رئيس مجلس اداره تاع شبيبه بيجاية السيد بوعلام تياب هو عارف واش راه يقول لما قال انا نشبب الفريق نظرا للميزانيه الضعيفه اللي كانت عنده مقارنه مع الميزانيات اللي كانت في السابق في 2011 2012 2012 2013 وفريق شبيبه بيجاية يعني نظرا للظروف الصحيه للرئيس اللي راه مريض يعني ما بقاش كما كان يعني نتمنوا له الشفاء هذه الحاجه الثانيه استقاله مدير الشركه رشيد رجراج اللي قال لك انا راني انتيريم في مقابله تاع الحراش يعني هناك فراغ اختفاء كل تاع المساهمين في مجلس الاداره يعني شوف الاحتراف اللي لحقنا له فريق تقنيا ما راهوش يدير في نتائج بصح على مستوى الاداره ما كاش حدث ولا حرج وفيما يخص النقطه اللي حبيت نضيفها انا شبيبه بيجاية يعني كان يتحمل الرئيس طياب كان يتحمل مصاريف النادي لوحده لما كانت شبيبه تسير ب 14 15 مليار 13 ولكن لما شبيبه بيجاية تلحق لاعبين يعني مغتربين ولاعبين اللي كانوا المواسم السابقه كما ماروسي زافور دراك لحقت ليها 29 30 مليار نظن اللي هذه ما يقدرش يعني يتكفل بها الرئيس بوعلام وحده وتانيتها القضيه الاخيره تاع سحب المساهمين هذو اللي روتيرو كاع يعني الاموال تاعهم وبقى هذا الفريق الاداري نظن هذا هو اللي اثر على ديبيوت سيزون تاع شبيبه بيجاية هذا جزء من 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 المؤطرات اللي اثرت سلبا على المردود وعلى الازمه تاع النتائج اللي راهي حاليا في شبيبه بيجاية ولكن صحيح واش راك تقول كريم لان شبيبه بيجاية عاده مع عودتنا عندها صحه جيده ماليا يعني انا عملت في شبيبه بيجاية في 95 96 حتى في 97 وكان يعني شبيبه بيجاية تسير بميزانيه اكبر من كل ميزانيات يعني تاع الفرق الاخرى وعملت في شبيبه بيجاية المواسم الماضيه الموسم 2011 2012 وكانت الميزانيه تاع الفريق اكثر بكثير من ميزانيه تاع الموسم هذا نظرا لكما قلنا الاسباب هذه كامله وهذا الشيء هذا يخليني نقول ان الاحتراف ونأكد ان الاحتراف بدون مال ما يقدرش يكون احتراف وما يقدرش يكون احتراف صائب والمال بدون تسيير كما قلت الأخت كريمة المال بدون تسيير ما يقدرش يعني يصب في الفائدة تاع النوادي الجزائرية التسيير عامل مهم جدا في تنمية الكرة في الجزائر شكرا سي عاشوري
نعود لك سيدومي، حكي لنا على لاعبي اتحاد الحراش رغم هذه المشاكل الاداريه ورغم هذه المشاكل الماليه اللي يتخبط فيها الفريق، حكي لنا على اجواء اللاعبين في نقول في خضم هذه المشاكل. والله وصلنا نشوفوا وصلنا عارفين، والله كي نشوفوا اللاعبين يعني احنا واحد من الناس نتاسف لهم، وراني نحس وصرامي نحس وصرامي من اللاعبين، وانا بسيفتي وبسيف الانصار نشكرهم يعني 100% اللي راهم يعني اللي راهم الانتصارات هذه والنتائج راهم يجيبوها من اجل الانصار هذوما. ونعطيك يعني سبب واحد، شي شغلنا راح نلعبوا دوك المقابله التاسعه يعني الجوله التاسعه يعني من بطوله القسم المحترف الاول، كاين اغلب جل اللاعبين ماهمش مين با ماهمش منيغوسيين معاهم، يعني ماهمش مين با كاين تفاوض، ما على بالوش كاع هذا الجوار راح يخلص في الشهر، على بالوش هذا واقع. هاي وصل صاري في الحراش، وحنا انا شوف كي شفتهم البريمي طون كيفاش دخلوا لي الجوار مدبدبين كذا، من بعد بدات الهضره تخرج هاي كيفاش حنا واسينا. ونشكر الانصار يعني هذا واقع، نشكر الانصار يعني اللي راهم يتوجهوا لهذو من اللاعبين اللي راهم يطلعوا لهم في المورال وكاع. وثاني كاينه حاجه نذكر بعض الناس من الاداره اللي راه يتعاون بعض الاخرين، ما نكذبوش حنا روحتنا، حنا ما نتهموش كاع الناس، انا قلنا كاين ناس مخلصين كاين ناس كفاءة كاين ناس حابه تخدم، بس قلت لك هنا ما نمدوش الناس يعني لهذه، نطلب ربي يوفقهم هذا. ونشكر الانصار ثاني اللاعبين والانصار تاع اتحاد الحراش. مصطفى انا عندي يعني واحد علامه استفهام، يعني الفريق في بدايه الموسم ما عندوش السيوله الماليه باش يعني يبدا البطوله، وقضيه بونجاح مطروح يعني بونجاح مطروح للبيع مقابل 3 ملايير في خزينه النادي، المدرب يقول لك انا ما نبيعش اللاعب، رئيس فريق يقول لك نبيع، والمدرب يقول لك انا نلعب البطوله بونجاح. يا هل ترى يعني الاشكال هذا، مدرب يقول انا نلعب بطوله بلعب واللاعبين الاخرين بلا 20 ولا شحال 19 لاعب ولا ماشي خالصين، وانت دوكا قلت لنا يعني الجوله التاسعه كاين 9 لاعبين يعني ما راهمش يعني ما متفاوضين معهم. نظن بلي انا كلمه الاحتراف راه هنا يعني لو فري جيستيونير يعني الرئيس فريق ولا المجلس الاداره لا جيستيون، يعني بونجاح شريتوه بشحال 40 مليون قيل ولا 30 مليون ايه وبعتوه ب 3 مليار، يعني نظن بلي الاحتراف هنا نقول بلي يعني نجحت في اللعب هذا، باسكو يعني الاحتراف كي تقول يعني ماده يعني المال وكلش. شو الفرق بين 40 مليار وبين 44 مليون و3 ملاير، يعني هذاك الفرق اللي ربحته في لعب تقدر تسير به يعني موسم ولا تمضي 10 لاعبين بهذيك الصفقه، يعني هاو الاحتراف الناجح. شوف اخي احنا باش فريق اللي يبيع يعني اللي يبيع لاعب يجي يبيع لاعب باش يديماري، انا نعتبره ماشي فريق، تسمى افرض ما كاش بونجاح تسمى ما نديماروش، تسمى الفريق هذا دكتور الحرش ما يديماريش. وزيد على هذا ما تنساوش يعني زدتك حاجه انت غلط راك نسيتها، بني ماشي نلعبوا على يعني على الالقاب، راح نلعبوا كاس افريقيا، احنا راه ما تنساوش بني انا كلاسينا في المرتبه الثانيه العام اللي فات، بني كاين هذه والانصار تاع الحراش راهم يطالبوا باش تلعبوا باش الاداره ما تكونش غلطه تقول ما نشاركش يعني في تتحمل مسؤوليتها يا اخي، علاش راهي تضرب الطبع وتقول انا راني نخسر في الدراهم باش نلعب دوزيام بلاص ولا بريمير بلاص ما تقول ما نلعبش، تتحمل المسؤوليه تاعها. نلعبوا الكاس افريقيا و يعني ما كان حتى نقاش يعني ما كان حتى حاجه هضره واحده اخرى، نقول ربي يوفق هادو من الناس اللي محبين يعاونوا الحراش. هذا واش نقول ان شاء الله سيدومي. اذا مشاهدينا الحديث شيق على شبيبه بجايه واتحاد الحراش وكل هذه المشاكل التي تتخبط فيها الكره الجزائريه، الا انه وقتنا ضيق راح نمر الموضوع اخر اللي هو مباريات الجولة المقبلة الجولة التاسعة من البطولة المحترفة الأولى. أقول جولة نارية ستشهد مباريات في القمة، أبرزها ديربي البجاوي بين المولودية البجاوية والشبيبة البجاوية لأول مرة في تاريخ البطولة المحترفة الأولى إطلاق، لأنه طبعا كما نعرف مولودية بجاية أول مرة تلعب في الرابطة الأولى، إذا ديربي أقول ناري. مدينة بجاية أكيد ستعيش على أعصابها لأنه كل أنصار الفريقين كانوا في انتظار هذه المباراة منذ إعلان مولودية بجاية ولا إعلان الحكم لصفرة النهاية وأيضا صعود مولودية بجاية القسم الأول.
كل مناصري وكل سكان مدينة بجاية في انتظار هذا الدربي سي عاشوري. صحيح أنه دربي مشيق ودربي مثير. دربي البجاوي عنده نكهة خاصة. أنا سبق لي ولعبت دربيات في بجاية كانت نكهة خاصة بين الفرق بين الفريقين بالمناصرين، مناصر شبيبة بجاية مناصر مولد بجاية، يعني لحد بعيد وين البلاد يعني أسبوع كامل وهي تعيش غليان كبير وتعيش هذا الدربي هذايا، حتى يعني نشوفوا يعني كل 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 حي يكون عنده زي تاع تاع يمد العلام نتاعو، يعني الحي تاع مولودية بجاية يحط العلام نتاعو اخضر واكحل ولا ويرفض تماما اللون اللون الاحمر ولا الاخضر، والعكس والعكس صحيح. نظن نتمنى ان الفريقين يعني يمروا بمرحله صعبه، مرحله لا يحسدون عليها. المراكز الاخيره مركز 14 مركز 15. انا نتمنى ان الدربي يصير في ظروف حسنه، هذه حاجه الاولى. نتمنى ثاني تكون الروح الرياضيه، لانهم حاليا راهم في الدرجه الاولى المحترفه الاولى، ما كناش في الدرجه الثانيه ولا في المره في الدرجه الثالثه. الحاجه الاخيره نتمنى المستوى تاع الفريقين يرتفع. وتكون بادرة خير لشبيبة بجاية ولا المولودية بجاية، رغم انني انا عندي ميول لشبيبة بجاية، ولكن نتمنى تاني لو تكون مولودية بجاية احسن، هي تاني تستهل الفوز، وهكذا يعني تكون بجاية في حد ذاتها يعني تعيش عرس كروي كبير وكبير جدا، وتسودوا يعني الفرحة وتسودوا تاني المستوى نجم نقوله المستوى العالي، ولكن تاني مستوى الروح المسؤولية، لأن عادة ما في هذه المواجهات يعني تكون نهاية شوية صعبة. على هذه قلت ان شاء الله تكون الروح الرياضيه حاضره ان شاء الله اكيد. كره القدم هذه هي فيها فوز وفيها خساره، والفوز اكيد سيكون للاحسن، ونتمنوا انه كما قال سي عاشوري يكون عرس كروي بمدينه بجايه. هناك ديربي عاصمي اخر بين شباب بلوزداد ودومي. صح، يعني مقابلة يعني صعبة يعني للفريقين، وش احنا نتمنى ان شاء الله الروح الرياضية تغلب كل حاجة يعني على سواء وش يكون في الملعب، ونتمنى ان شاء الله يعني للجمهور يعني تاع السي ار بي ولا تاع الحراش كيما يدخل الاستاد بخير ان شاء الله يخرج لداره بخير. هذا هو لان انا هذا هو البيت نتاعي، اما حاجه التقنيات ولا حاجه نخلوها للاخ يعني اللي راه ان شاء الله. وظن بلي انه سيدو من اتحاد الحراش راح يدخل هذا الدربي بمعنويات مرتفعه بما انه كسب ثلاث نقاط في هذا المقابل، يعني خير من شبيبة بالوزداد اللي جات منهزمه من بجايه وراه كدا وراه يدير الف حساب. ما تنساش راهي تفكر في الماتش تاعها نتاع كاطادو تما اللي لعبناه تما، راهي تخمم كيفاش باش ما تخسرش، ماهيش تخمم كيفاش باش تربح. يعني انا نضرب كل صراحه، وحنا تانيك الحراش ماشي راح تانيك الضحية، راح تلعب وعلى بالها تخرج مقابلة نظيفة وتخرج وتسودها روح رياضية، واني حاجة يقين فيها بني الأنصار تاع السياربي وتاع الحراش راهي يريحوا في مدرجات واحدة، هذه راني متيقن فيها بكري احنا نريحوا هكذا باش كرانا خاوة احنا ان شاء الله. ونطلب ان شاء الله الروح الرياضيه اللي تسود كل شيء ان شاء الله. واحنا ايضا نتمنوا ان الروح الرياضيه تسود في كل الملاعب الجزائريه. هناك كلاسيكو كريم بين العميد ومولوديه العاصمه وشبيبه القبائل. يعني الفريقين شبيبه القبائل راهي في الوصافه، نظن التعثر الاخير هذا ضد وفاق سطيف راح يحوسوا يخليهم باش يحوسوا يسترجعوا النقاط من بولوغين. المأمورية صعبة بما أن العميد فاز على أمل العربية واسترجع شوية الثقة يعني، وراح يسترجع اللاعبين المصابين بوغاش مترف غازي. نظن هذا اللقاء راح يكون شيق، ولو أن نظن بلي ماشي تاع ملعب بولوغين اللي راح يكون صغير شوية على الفريقين، لكن بما أن ملعب 5 جوية مغلوق يعني نظن بلي مقابلة تكون صعبة على الفريقين. سي عاشوري نظن لك رأي في هذا الكلاسيكو. صحيح ان الكلاسيكو هذا راح يجرى في ملعب صغير على غير العاده. المضرور الاول هو مولودية الجزائر، يعني مولودية الجزائر احنا رانا نشوفه لازم لها وقت، تطلب لها وقت باش تتاقلم مع بولوغين وكل الناس تعرف الشيء هذا.
مولودية الجزائر تلعب أحسن في الملاعب الكبرى، عندها لاعبين مميزين، عندها يعني خط أمامي هايل اللي لازم له المساحات باش يلعب. وشفنا أن في بولوغين يعني ما يقدروش يعني يديروا يوظفوا كل الطاقات نتاعهم، وضد الكلاسيكو يعني عادة ما كان يتلعب في 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 ملاعب كبرى، ملاعب كما 5 جويليا ولا ملعب تشاكر، ولا كان يخرج أحسن، يعني كان يخرج أحسن. هي نقول أن الضحية هي مولودية الجزائر، ولكن نتمنى أن مولودية الجزائر يعني تفوت هاد الفكرة هذه، وملعب بولوغين هو الملعب نتاعها حاليا اللي تلعب فيه المباريات، ولازم عليها تفوت العقبة هذه من الناحية الذهنية، لأن هذه ساسباس في المونتال تاع اللاعبين، وحتى يعني عند المناصرين لازم يفهموا باللي هذا هو الملعب نتاعهم، ولازم يلعبوا فيه، ولازم يتأقلموا فيه، ولازم يطبقوا فيه كل الخطط التكتيكية اللي تجي عليه في الملعب هذايا. لهذا الشأن في هذا الشأن هذا نظن باللي مولودية الجزائر راح تكون مباراة ساخنة، وخاصة يعني شباب القبيلة اللي راهي في أحسن أحوالها رغم التعطر الأخير. أنا ما نحسبوش كتعطر، لأن لعبة ضد فريق وفاق الصيف ماهيش أي فريق، ونظن باللي النتائج الحسنة المسجلة حاليا تسمح لها باش هي تاني تكون يعني تكون نعطيو لها الأفضلية. هناك دربي آخر سي عاشوري، دربي الشرق الأوسط بين وفاق الصيف وشباب قسنطينة. هذا كلاسيكو تاع الشرق، هذا كلاسيكو آخر تاع الشرق. الشباب قسنطينة اللي راهي في أحسن أحوالها راهي ب 16 نقطة، والوفاق الصيف اللي راهي 17 نقطة، يعني الفريقين عندهم يعني عندهم خط أمامي راهو يسجل، يعني يسجل بقوة. الخط الأمامي تاع وفاق الصيف سجل 13 هدف وتلقى 5 أهداف، والخط الأمامي تاع شباب قسنطينة سجل 10 أهداف وتلقى 4 أهداف. يعني راح تكون مباراة صعيبة، وصعيبة كتير، خاصة تتلعب في الصيف، وإحنا عنا عارفوا أن الفريق الصيفي رجع من بعيد، والفريق الصيفي حاليا راهو في أحسن أحواله، الفريق الصيفي راهو يدير في نسوج كروية رائعة، الجمهور الصيفي راهو منسجم مع الفريق نتاعو، كاين فيه مدرب جديد، ولما يكون فيه مدرب جديد اوتوماتيكمون يعني الفريق يعني ينسجم، كل الناس تمشي يعني، وخاصة المدرب هذايا جات معاه يعني النتائج إيجابية سيد لونغ. ونتمنى أن هذا تاني الروح الرياضية راهي مضمونة 100%، ولكن نتمنى أن المستوى تاع المباراة يكون مستوى ليرضي الجماهير ويرضي الكرة الجزائرية إن شاء الله. مع العلم أن شباب قسنطينة الفريق الوحيد اللي ما انهزمش منذ بداية البطولة، و26 لقاء دون انهزام من موسم فارغ، يعني رقم كبير. يعني راح نشوفوا مباراة كبيرة إن شاء الله. إن شاء الله. نختم بك سيدومي، أنت كرئيس لجنة الأنصار ورئيس أيضا لجان الأنصار بولاية الجزائر، حابينك تشوف في الكاميرا وتقدم رسالة لكل أنصار الفرق الجزائرية، خاصة في هذه الجولة اللي راح تشهد العديد من الدربيات. أنا مش نوجه رسالة، أنت نقول لهم بأن هذه غير لعبة كرة قدم، ما هيش يعني حاجة تاع يعني في التيران، سيت ان سبيكتاكل، يعني ان شاء الله تكون الروح الرياضيه وراكو قاخا واخا، احنا رانا قاع جزائريين نروحوا للملعب باش نشوفوا كره قدم، وننساو حوايج واحد اخرى تاع ذهنيات اللي ماشي ملاح ولا حاجه، ننساوهم بيسك علاش نقدر كيما عند احنا الحمد لله، احنا الكره عرفتنا برجال، عرفنا ناس من الشرق، عرفنا ناس من الغرب، ورانا دوكا نضيف، ورانا نروحوا بعضنا بعض، رانا الحمد لله ديروا كيما حنايا، كنا احنا بكري نشفانا تلعب الحراج المولوديه في سان جويي، كنا احنا نتبعوا لاطاك تاعنا، والمولودية تبع لاطاك تاعهم، كنا نتبدلوا في لاميطون، كنا نروحوا هكذا ونعاودوا نولوا، كنا خوا تاع الصح. نطلب منكم ان شاء الله تكونوا يعني فور في الروح الرياضيه، هذا واش نطلب منكم. شكرا سيدومي، وحنا بدورنا نتمنوا انه نشوفوا ملاعب جزائريه تسود فيها الروح الرياضيه، اعيد واكرر الروح الرياضيه، فما هي الا كره قدم. وقبل الختام
أعيد أقول برنامج الجولة المقبلة كما قلت جولة تاسعة نارية ستشهد مباريات في القمة، كما كنا نقول أبرزها مولودية بجاية، مولودية أو شبيبة بجاية عفوا، مولودية العاصمة شبيبة القبائل، شباب الوزداد اتحاد الحراش، وفاق سطيف شباب قسنطينة، مولودية وهران أهل البرج، شباب عين الفكرون مولودية العلمة، جمعية شلف اتحاد العاصمة، وأمل الأربعاء شبيبة الصورة. إلى هنا مشاهدينا الكرام نأتي إلى ختام هذا العدد من استوديو الهوغا الرياضي، وكان رافقني في هذا الاستوديو كمال عاشوري مدرب سابق لمولودية الجزائر وشبيبة بجاية، شكرا جزيلا لك سيدي. شكرا على الاستضافة ونتمنى لكم كل النجاح للأنا تاعكم إن شاء الله. شكرا لك. وكان معي أيضا دومي مصطفى منسق لجنة أنصار اتحاد الحراش ورئيس لجان الأنصار الروح الرياضية خوا خوا بولاية الجزائر، شكرا لك سيدي. شكرا ونشكر كاع الطاقم يعني التقني اللي راه في الخفاء قدامنا ونشكر قناة الهوغار. شكرا. ورافقني في البلاطو كريم، شكرا لك. شكرا وشكرا للطاقم يعني الفني اللي سهر معنا يعني في الحصة اليوم. وفي الأخير تقبلوا مني تحية وتحية كل الطاقم التقني العامل معي لهذه الأمسية، وأظن أنه حتابعوا جولة مقبلة شيقة، مباراة شيقة، لذلك ابقوا في المتابعة. سلام.